ومن متلازمة الرجل اللطيف رح ننتقل لأولى فقراتنا يلي كمان بتتمحور عن العلاقة العاطفية بين الشريكين يلي بيسعى الطرفين لتقديم كل أشكال الدلال للآخر، وأحيانا الموضوع ما بيكون بهذا التوازن وبيكون في طرف واحد هو يلي عم يقدم ويعمل ويساوي ويدلل بدون ما يلاقي مقابل، وبصير هذا الدلال واجب على يلي قدمه. طبعا هذا الأمر بيطرح تساؤل أنه هل الدلال المفرط بين الزوجين يفسد العلاقة؟ سألناكم على ستوري الفيسبوك على صفحة برنامجنا أكيد صباح الخير على قناة سما لنعرف رأيكم، و63% منكم جاوبوا بأنه إيه الدلال يفسد العلاقة. نحن رح نعرف أكيد يعني رأي الخبراء بهذا الموضوع، وصارت معنا ضيفتنا الأستاذة وجدان خربطلي الاختصاصية بالتنمية البشرية. يسعد صباحك. يا صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني بظن هذا الموضوع محير نوعا ما، يعني كل شخص له رأي، ولكن دائما أهل العلم والاختصاص هن بيعطونا الجواب الشافي والصحيح بكل مواضيعنا وتساؤلاتنا. هل الدلال المفرط فعلا بين العلاقة الزوجية أو بين الطرفين أو الشريكين بيفسدها للعلاقة؟ هلا أي شيء بنقول له مفرط هو شيء سلبي. الدلال أكيد شيء حلو وشيء مطلوب. لازم نفرق بين الدلال المفرط والحب المفرط. الحب المفرط أكيد شيء مرحب فيه، حدا بيحب الثاني بشكل مفرط ما في مشكلة، يعني طالما هو ما في بقى أعمال تترتب على هذا الشيء. بس لما يكون الدلال صار مفرط معناتها صار في شيء زيادة، صار في شيء مو طبيعي، فأكيد هو حيكون له آثار سلبية. أوكي، طب نحن شو نقصد أساساً بالدلال؟ يعني مفهوم الدلال عند كل حدا فينا بيكون شيء، يعني طبعا. أنا مثلاً بدلل بشيء، حدا تاني بدلل بشيء، يعني كل واحد عنده مفهومه الخاص للدلال. هو بشكل عام شو يعني دلال أصلاً؟ الدلال هو أني أقدم يعني أقوم بواجبات غير مفروضة علي، أو هي مو من ضمن واجباتي، أنا أقدمها بكل أريحية. بس لما أنا أتجاوز أنه مثلاً صير أقدم هاي الواجبات بس بطريقة تجاوزت أنه أنا أكون مثلاً تعبان أو مالي قدراني أو يعني تجاوزت هذا الحد تبعي، معناته هذا صار إفراط. لأنه أي شيء أنت عم تقدميه للطرف الآخر أول فترة بيكون شيء طبيعي، بس هو مع الأيام صار حق مكتسب. تمام. فبعدين لما أنا مثلاً بظرف معين أنا ما أقدر أو يخف هذا الشيء، أو مع التقدم بالعمر يعني شيء طبيعي، فأنا صار تقصير. أنا صرت عم أقصر بواجب من واجباتي، لأنه هو أنت هيك تعود الطرف الآخر الشريك بالعلاقة أنه أنت هذا اللي عم تقدميه، إن كان من الطرف الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. وهون اللي بدنا نسألك عليه، هون بدنا نبحر فيه. دائما وقت اللي بنشوف الزوج عم يدلل زوجته أو بيحبها كثير، عندنا مفهوم كشعب شرقي إنه مسيطرة، صحيح، هي اللي عم تقود المركب، ما بيسترجي يعمل أي شيء، لأنه مثل ما عم نشوف الدلال مفرط بالنسبة لها. وبالمقابل إذا كانت هي عم تعمل وتساوي إيه بتحبه كثير هو عم يرفسها. كيف لازم يكون في توازن بهذا الموضوع؟ هلأ إذا بتشوفي العلاقة من بعيد، نحن عم نشوف دائما من بعيد، عم نشوفها من بعيد، فبتلاقي إنه شيء عادي وطبيعي إنه المرأة تدلل الرجل. يعني بس بالمقابل الرجل ما بيصير، بس بالمقابل، لأنه بالمقابل إذا دللها، يعني نحن بين قوسين المجتمع السوري بيقول لك أبو بدر ساحرته، أكيد عملت له شيء عمل لحتى عم يعمل هيك. هلأ هي ثقافة، هي بتبلش كثقافة، يعني نحن من اصلا من الجيل اللي قبل، يعني نحن قبل ما نحكي عن الدلال المفرط بين الزوجين بدنا نحكي عن الدلال المفرط للمراهقين او حتى قبل للاولاد. يعني هلا الدراسات غالبا بتقول انه الجيل القادم نحن حنعاني من جيل عانى من تربية فيها دلال مفرط، تربية لنقول بطريقة تعويضية، حينشأ عنا علاقات فيها إفراط إن كان من طرف الزوج وإن كان من طرف الزوجة. بس كونه هو المجتمع اللي غالب عليه أنه الزوجة هي اللي بتدلل، لازم تبادر وتقدم، هي اللي لازم، لأنه هذا من ضمن واجباتها، لأنه هو من ضمن يعني هيك تربينا، هيك يعني هيك خلص نحن هيك تعودنا، صحيح، هيك المفروض، هيك لازم. فيعني هي بالأصل المفروض نرجع للثقافة الأساسية اللي هي من التنشئة
من قبل لسه الزواج. طيب في ناس بطبعهم بتلاقيهم هيك معطائين بالعلاقة، هم بيحبوا يعطوا كل شيء عندهم، بيحبوا يدللوا، بيحبوا وإلى آخره. لناخذ هيك مثال على فرد صبية مثلا كان عندها هي حب العطاء والدلال الزايد، بالمقابل ما عم تلاقي هذا الشيء من شريكها، بس هي بتحبه وما حابة انه تتركه لهذا السبب. نحن هون كيف نقدر نوصل للشريك الآخر؟ او هي حنعطي، معلش نعطي مثال عكسي مشان ما يقولوا نحن متحيزين كثير للنساء، يعني بالحالتين كيف انا ممكن اوصل لشريكي او يوصل الشاب لشريكته انه يقول لها شو بده هو، او شو هو الشيء اللي هو يعني بفضله يكون بشريكته من صفات؟ تمام، في ثقافة ثانية المفروض نتعرف عليها هون، انه كيف الطريقه اللي انا بدي اقدر اعبر فيها عن مشاعري تجاه الاخر، ان كان الرجل للمراه ولا المراه للرجل. في دراسه بظن بال92 طلعت، وطلع على اسرى كتاب اسمه لغات الحب. لغات الحب بتقلك انه كل شخص بيعبر عن الحب تبعه بطريقه معينه، وبتتناسب هي الطريقه معه له كشخص. فلما انا بكون هي اللغه يلي انا عم بحكي فيها هل هي مناسبه للطرف الثاني؟ الا نفترض مثلا احد لغات الحب هي مثلا اللمس. لنقول انا عم بتعامل انه انا بحب اللمس، انه مثلا وقت اللي انا بدي او هديه، لنقول بحب اني اعطي هدايا، بس الطرف الآخر لغة الحب عنده ما هي الهدايا، لغة الحب عنده مثلا تخصيص وقت. فأنا لما أنا عم بحكي بهي اللغة وهو عم نحن عم نحكي بلغات مختلفة، فهون حيصير الخلاف. فمن هون بدي أعرف أنا بدي دلل الشخص، بدي دلله بلغته مو بلغتي إلي، أو علمني لغتك وبعلمك لغتي. ما في شيء اسمه لو مهتم لازم يعرف لحاله انا شو بحب وشو ما بحب. تمام، عن جد الواحد يحكي التعبير يمكن ما له شيء غلط انك تعبر شو بدك. هي ثقافه. يعني هلا ليش في مطالبات انه نحن ندخل مؤسسه قبل الزواج انه نحن نتعرف على هي الامور؟ في كثير كتب بين ايدينا، حتى اذا ما في مؤسسه في كثير كتب بتفيدنا بهذا الموضوع، انه نحن نفهم الاخر، نفهم انه في 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 فرق بين تركيبه الرجل وتركيبة المرأة، وفي فرق حتى كأشخاص. نحن المشكلة إنه خلص شعب واحد، مشاعر واحدة، يعني طريقة واحدة، خلص مثلا عيد الحب دبدوب أحمر. طيب ما كل الأشخاص بيناسبوا الأحمر، ما كل الأشخاص بيناسبوا الدب كل مثلا، عن جد. فيعني هي المشكلة إنه نحن المفروض نتعرف على الآخر أكثر لحتى نقدر نوصل، لحتى نوصل للآخر بطريقة هو تكون تناسبه ونحن تكون مناسبتنا نحن كمان. فأي شيء نوصل له بطريقة مناسبة، وصلنا للغة أو عبرنا عنها بس بطريقة بقى زيادة عن اللازم، لدرجة إنه هي إفراط صار فيها، صار إنه والله نحن تجاوزنا الأساسيات، تجاوزنا يعني على حساب راحته الواحد، على حساب عم يقدم حتى الأمور التفصيلية. يعني أيام تجيكي استشارة أو شيء إنه أنا هيك عودته أنه أنا بقوم بكل تفاصيل حياته. طيب أنت عودتي، أنت عم تأذيه، انت عم تاذيه. يعني اصلا اول شيء انت اللي عودتيه هي العاده، بعدين اجيتي انت بعد فتره من الفترات تعبتي او اكتشفتي انه انا عم عم تعمل احتراق لنفسها قبل ما تكون عم تسبب مشكله. تمام، وبعدين بتقول لك انا ما عاد بدي، بس انا هيك عودته. طب ان كان هو عنده استعداد لنرجسيه او فانت عم تكبري هذا الموضوع، عم تعززي، وبنفس الوقت ما عم تساعدي انه يطلع من هذا الموضوع. فما عم اقول لك، يعني هو المشكله انه نحن عندنا المفروض يكون في ثقافه ما قبل الزواج. المشكلة هي الثقافة أستاذة وجدان، يعني عم تكون خاطئة بعض الأحيان. صحيح. وخاصة من بعض الأمهات إذا فينا نقول، والتنشئة والتربية والبيئة. صحيح. المحيطة يلي بتعلم الرجل الخشونة. صحيح. الجمود يلي أنت ما لازم تعطي وجه لمرتك، بتحبها هيك من بعيد مشان ما تخليها تاخذ اللي بدها إياه. وبنفس الوقت كمان ممكن السيدة لا كتير تعطي حب، لا تفرطي فيه مشان هو ما دائما يسيطر عليك، وبأي لحظة ممكن يتركك ويلاقي بديل تاني. تمام. نحن كيف لازم نتصرف؟ كيف لازم تكون التنشئة الصحيحة؟ يعني أنا كرجل بحب ولازم أقدم ولازم أعمل، ولكن بشيء خلينا نسميه اعتدال، والمرأة كذلك الأمر. تمام، ضمن حدود، ضمن حدود. مشكلة إنه نحن يعني دارج المثل المتعارف عليه، جوزك على ما عودتي وابنك على ما ربيتي. وهو صحيح، هو صحيح. فأنا لما أنا عم أقدم شيء
خارج طاقتي، خارج طاقتي، انت مطالبه فيه، انت مطالبه فيه. صحيح. لا انا خليني شيء طبيعي، شيء عادي، شيء ضمن الحدود. كل شيء متوازن هو شيء صحيح، بس اي شيء فيه افراط او بالعكس بخل، في ايام بتلاقي في بخل بالمشاعر يعني بمقابل في ناس عندها افراط، في ناس عندها بخل بالمشاعر يعني حتى بهي المشاعر عندها بخل. فأهم شيء إنه ما عم أقول لك إنه نبدأ نحن من الأساس. يعني هلأ إذا في حدا عم يسمعنا، أنت مثلاً زوجة عم تعاني من هذا الموضوع، أنت لا تربي أولادك على أساسه، لا تربي أولادك على هذا الموضوع، كوني واعية، كوني يعني هو نحن دائماً نتوجه للمرأة لأنه هي يلي هي أكثر الأساس. أكثر مع يعني هي المسؤولة عن التربية لنقول. تمام. بس يعني هو ما عم أقول لك ثقافة مجتمع، ثقافة صحيح. مجتمع. والحمد لله جيل هذا الحالي يعني مثل مثلا البرنامج اللي حضرتكم عاملينه، هذا شو هذا التوعية، هذا التوعية، فنحن ماشيين بالطريق الصح، نتأمل هالشيء إن شاء الله. يا رب. يعني أكيد هيك الموضوع مهم، يعني هيك كل حدا يعرف شو له، يعرف شو عليه، يعرف شو يقدم وبأي طريقة يعني لحتى تناسب الطرف الآخر بشكل يعني سريع. خلينا نحكي أخيرا، في مجتمعنا عنده كمان مشكلة تجاه موضوع إنه لما يلاقي مثلا رجل عم يدلل زوجته بمكان عام، بمطعم، بالطريق أو بهي القصص، فنحن دائما إنه شو هذا المنظر؟ يعني كثير بنلاقي هي القصص. تمام. فهل موضوع الدلال خلينا نقول بالأماكن العامة في له قواعد، في له آداب معينة؟ أي شيء خادش للأدب هو أكيد ما بده يكون بمكان عام. بس الشيء الطبيعي العادي اللي متعارف عليه، وين المشكلة؟ يعني إذا مثلا قدم لهدية أو قدم له، بس كل المشكلة إنه نحن بيصير في مبالغة بالموضوع. يعني مثل اللي شعل برج لحتى انه اختيار جنس، هذا صار افراط، هذا صار افراط، هذا صار لفت نظر. فاذا هو الهدف من الموضوع شو؟ انه انا توصل رسالتي للعرض والاستعراض ولا العرض والاستعراض، ولا انا بس عم جمع لايكات تماما؟ هذا شيء حقيقي اساسا ولا هو شيء عم نمثله نحن؟ تمام. هي حطيتي ايدك ابدا على الكلمه. اذا هذا الشيء حقيقي حيبين انه حقيقي، بس لما يكون مزيف كمان حيبين انه مزيف. فنحن لما يكون شيء طبيعي وعادي اكيد وما ضمن يعني ضمن حدود الادب، ضمن حدود غير خادش للحياه معروفه. تمام. يعني هي خطوط واضحه ومعروفه. بيبقى والله عمل لها عيد ميلاد، عملت له عيد ميلاد، هي القصص ما تكون عندكم ضيقه على العالم يعني. تمام. يعني هي المشكله انه بيدخل فيها قصتين، قصه انه في عين وفي انه نحن بس انه عم نستعرض انه شوفونا نحن بنحب بعضنا. تمام. طيب والعلاقه هي من جوا، هل هي بالفعل انتم بتحبوا بعض ولا بس عم تورجي العالم انه انت بتحبها وعم تغطي انه شو عم يصير جوا؟ انا بعمل لك مثلا عيد ميلاد وقصص قدام العالم تكون تبين قديش انا خانق، بس نحن تمام كل واحد ركب سيارته وراح من غير طريق اصلا. تمام. هذا الشيء يعني ما انا حابين نوصل له بالعرض والاستعراض، يعني خلي الشيء الحقيقي اللي عم نعيشه ضمن المنزل وخارجه ضمن حدوده الطبيعيه. يعني حبي زوجك، حب زوجتك، حبيبك، خطيبك، دللوا بعض ولكن ضمن الحدود الطبيعيه اللي ما بتفسد العلاقه. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. نتمنى هيك يكون ان شاء الله الجيل القادم يكون واعي لهي القصص. ان شاء الله. اهلا وسهلا.